الدكتور سامي نصر استاذ علم اجتماع يقول لك فقدان الامل هو تقريبا الجامع بين التحركات هذه والهجره. رئيس السعيد عندما جاء الى السلطه، وخلينا نحسبوا له الكونتور، نبدا نحسبوا له الكونتور، كان من 25 جويلية 21 جاء محملا بشكاير من الامل والوعود لهذا الشباب. سنه بعد 21 جويلية، بعد 25 جويلية 21، والارقام على الاقل وفق ما صرحت به الداخليه الايطاليه في تزايد. الى اي حد فشل سعيد في اعطاء جرعه الامل لهذا الشباب اللي خلاه يخلي مش شباب، هو عائلات كامله الان متطوين، عائلات كامله ماشيه مهاجره. سعيد لم يفشل فقط، سعيد لم يقدم شيئا بتاتا. الشباب اللي قاعد يحرق اليوم هو رغم الياس ومن الاحباط، وبنسبة مخيفة ومفزعة كل يوم نسمع بشبابنا غرق. عدد اللي حرقوا سي حسين في 6 شهور طوالة راهو ما يعادل أكثر من اللي نجحوا واللي فشلوا في التجاوز في الحدود، أكثر من 40,000، يعني بمعدل 5,000 حراق حرقة، 5,000 شاب حارق في كل شهر. اليوم هذا اسمه هروب جماعي، هذا اسمه هروب جماعي، وكأن احنا نعيش في حالة حرب، في حالة حرب، لانه الهروب هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه قاعد يتم كف الحروب، واللي نعيشوا فيه اليوم اليوم حال حرب بالحق. اصلا هو يخرج يتوعد ويتهدد ويحكي على حرب اهليه، اصلا مش يقودنا حرب اهليه. اليوم ترى الشعب محطوط اس دي سي، العباد غير الديون، عند الناس اتخنقت كراها مش خالص، شيكات حراج على الناس، مهدد سجون، الناس مهدده بالجوع. بالله يا حسين شنو تتصور مواطن قاعد يشوف اليوم في قاضي يعمل في اضراب جوع اللي هو كان يشوف قاضي بالعين الكبيره، بل من مهازل الزمان. اليوم تشوف اللي نزار الداك وصدر ايده والهنتاتي هما اللي يسيروا فينا وهما اللي يحكموا فينا. شو تصور بالله يا حسين؟ شو تصور؟ خليك في الاطار سي اسعد، حاول ديما تخليك في الكاميرا في الاطار، واخر شوي. هو بربي ايش تصور الناس اللي قاري 50 سنة بعد الباك، وكي تسمع شكون قاعد يسير اليوم في البلاد، شنو بالحق شنو مازالت عندها رغبة في العمل؟ اليوم ولد المسؤول هو اللي يحكم، أخت المسؤول هي اللي قاعدة تحكم، ولد المسؤول هو اللي قاعد يحكم. نفس الأسباب اللي قامت عليها ثورة 17 هي نفس الأسباب الموجودة اليوم، بل هي أعظم وأخطر بالحق. في الاخر يمشي ويشجع فينا على حرب اهليه، كل نهار يحكي هاو احتكار هاو تهريب، وهو اصلا الدوله مش متحمله مسؤولياتها. اليوم في بالك سي حسين، اليوم بالذات اليوم 1 دولار يعادل 3.28 2.8 من الدينار التونسي، اللي هو نهار 25/2021 كان الدولار 2700 برك. الارقام راهي ما تكذبش يا حسين، فهمت؟ الارقام ما تكذبش، وخلي يعطونا بالحق ارقام الواردات نتاع سنه 2020، اعطونا الارقام نتاع الواردات، ما يحكي على الاحتكار هو، يعطينا الارقام نتاع الواردات نتاع 2020 ونعملوا مقارنه بسيطه بالواردات اللي قاعد اللي هي نتاع 2022 الان، مش نلقوا انه الدوله هذه تحملت مسؤولياتها وردت لنا حتى 10% من النسبه الحقيقيه السنه نتاع 2020. اصلا ما عادش ثم تهريب، يحكي لك على التهريب، ايش؟ برشو شكون اليوم قاعدين يحرقوا؟ اكثر شباب تطاوينهم 2 اللي كانوا يخدموا على الخط واللي كانوا يشتغلوا في التجاره عبر الحدود يا حسين، فهمت؟ سواء من تونس ولا الى تونس. اليوم اللي حرقوا اغلبهم شباب من تطاوينهم 2 اللي هو امام نظره المواد الاساسيه، فهمت؟ وافتقادها ما عادش نجم، ما عادش لكين قسمهم في التهريب وشو حارقين اليوم، فهمت؟ نحن اليوم عبارة على رو، شوف العملية الهجرة اللي قاعدة صايرة تو، عبارة شعب قاعد هارب من حرب، شوفوا فيها في أوكرانيا، وشوف نحن نعيش حالة حرب خلانا فيها سلطة الانقلاب. اليوم عبارة، والله عبارة يسير في البلاد هذه واحد عبارة على بركة وعود حطب. تونس مسكينة بالحق، راهو كيما خدام ولد كي خدام الأحزام، كل نهار ونهار وغدوة ما غدوة ما تعرفش شنو المصيبة اللي باش تجينا، فهمت؟ نعم.